صباح الإشراق، صباح الصحة، صباح البركة، ويومكم سعيد مشاهدي الستات على النهار، وصباح الفل ومسا الفل لأحلى مفيدة. صباح الفل عليك يا سرير، صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة على الهواء مباشرة والستات. المهم مفيدة بتقولي قبل الهواء قفلتي موبايلاتك؟ قفلتي موبايلاتك، أنا قلت لها بالثقة ايوه، وبعدين طلع ان طلع في الاخر هو مش قافله موبايلها. انا كان تكنولوجي تعيس، انا متخيله ان انا قافلاه، فاثبت ان انا ايه متقدمه جدا في التكنولوجيا. بمناسبه التقدم والمدارس الكلاسيكيه والتربيه الحديثه والحاجات الحديثه، في سؤال بقى بيطرح نفسه دلوقتي، هل يعود الضرب للمدارس او هل يقر البرلمان الفكره دي اللي طرحها نائبه في البرلمان وبتطالب بعوده الضرب في المدارس، النائبه مفيده امال عبد الحميد، السيده الجميله امال عبد الحميد، قدمت الاقتراح للمجلس خلال الايام اللي فاتت واكدت فيه على ضروره عوده الضرب للمدارس عشان اعاده هيبه المعلم ومنح المعلم صلاحيات اوسع في التاديب والعقاب، منها الضرب بالعصا. السيدة النائبة أمال عبد الحميد، أنا ما أعرفهاش، يعني أنا ما شفتهاش، بس واضح قبل ما نتكلم في أي حاجة لازم نبقى عارفين لماذا هذه السيدة طلبت أو بتطالب برجوع الضرب للمدارس عشان نعيد هيبة المدرس. الفكرة والعقاب العقاب فاهمينه، ممكن أذنب حد، ممكن أخليه زي ما في أيام في مدرسة. المشكلة مش هي في كده، المشكلة لما اتسألت في إحدى البرامج الرائعة برضو اللي بتنزل على إحدى المحطات الفضائية، فبيقول لها يعني ليه حضرتك كده، قالت لك ما احنا اتضربنا وما حصل لناش حاجة. بس أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة سيادة نائبة أمال عبد الحميد، اللي هي قالت لا أنا اتضربت وفي الآخر بقيت نائبة في البرلمان. حضرتك نائبة في البرلمان منتخبة من قبل مجموعة من الأشخاص، أنا مش واحدة منهم، دي أولا حاجة. تاني حاجة، أنا أقسم بالله بقيت مذيعة مشهورة جدا وبربي بنتي كويس جدا، وأنا في مدرسة الراهبات إنجليزي عمرهم ما مدوا إيدهم عليا، وكنت لما بعمل حاجة غلط بتعاقب بإيه؟ كان عندنا كراسة حضرتك بنكتب فيها I will never do this again، sorry sorry sorry، ما بين 250 مرة ساعات لما يبقى الموضوع كبير قوي 500. وهل ده كان بيبقى رادع بالنسبه جدا لك؟ لان اتعلمت اولا تحسين الخط، العقاب ما هو لازم يبقى ليه سبب، يعني انا لازم اطلع من العقاب بان انا ما عاقبتش وخلاص. فانا لما اعاقب او احنا لما كنا بنتعاقب على ايامنا، لو اعتقد ان احنا قريبين في العمر، اتحسن خطي جدا، فبقيت واحده من الناس اللي كتير زيي بيكتبوا انجليزي حلو جدا. اتعلمت ان انا ايديا لما وجعتني والالم لما عمل العلامه الحمراء هنا وعمل لي التهاب، ان انا بعد كده مش هتكلم في الفصل. لما رحت قلت لوالدي وفاكره ان هو هيعاقبني بشكل مختلف، كان الضحكه والابتسامه اللي فيها نوع من السخريه، انت اللي جبتيه لنفسك. ما اقدرش انكر ان انا ما اتضربتش بالشبشب البلاستيك من امي، لكن عمري ما اتضربت كتير بالشبشب البلاستيك. يعني كان لما بنعمل المصيبه نكسر حاجه جوه البيت، ده البيت ده امي اللي ما حدش يجي يقول لها فين وليه. لكن حضرتك النهارده لما بتطالبي انك ترجعي الضرب جوه المدارس، ده مع انا عارفه ان هي موجوده معانا على التليفون، ان معنى كده ان حضرتك بتقولي لكل ولي امر روح جيب رقبه المدرس اللي ضرب ابنك، لان طبيعي جدا عمر ما في ولي امر هيسمح ان في ابن يتضرب في مدرسه او غير مدرسه. فاذا حضرتك هنا بتفكري ازاي وازاي؟ طب خلينا نشوف مبررات السيدة النائبة أمال عبد الحميد معنا على التليفون، خلينا نشوف ونسمع من حقها انها تبرر مطالبها وتقول ليه هي بتقترح كده. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازيكم جميعا؟ الحمد لله. اتفضلي حضرتك، ليه
شايفة ان الضرب لازم يعود للمدارس. اولا انا يعني باثني على الحوار المثمر، وان شاء الله يعني احنا في الاول وفي الاخر كلنا بنفكر في مصلحة اولادنا، وبنفكر ازاي نقدر نوصل لمعالجة خلل كبير حاصل في الايام دي في التربية اللي اعتمدت على المبادئ الاوروبية وعلى التحليل النفسي الاوروبي وعلى الوضع السابق بالنسبة لدول الاوروبية اللي هي حاليا غيرت معظم مناهجها بالنسبة لموضوع العقاب. بس أنا يعني بس استاذة امال اتفضلي. انا يا فندم لا اريد ايذاء لا بدني ولا نفسي لاولادنا، ولكن انا بقول انه المدرس لابد من عودة هيبته وحزمه في الفصل، وانه بس هو الهيبة هي بالضرب بالعنف. هقول لحضرتك اهو، احنا بنتكلم في معطيات كبيرة جدا، الضرب ده اخر حاجة فيها، احنا بنتكلم عن كيفية العقاب والثواب بالنسبة للطالب. فلابد الاول ان احنا نشوف المدرس ده عايز ايه علشان اصلا يبقى انسان سوي نفسيا، يكون بياخد مقدرات رزق عالية علشان يقدر يخش بنفسية مستريحة وهو بيعلم اولادنا، وما بيبقاش رايح ياخد فلوس من ايد اولادنا عشان يديله درس. فانا بقول منظومة كاملة تتعالج بعودة الهيبة الى هذا المدرس، بحيث انه هو احيانا بيكون في طفل مساهم، وده موجود يا فندم، ودي تبقى ربنا خالقها استاذه امال. الاطفال مختلفه. خليني اكمل لحضرتك. انا بس لا بقى احنا بنسمع حضرتك، بس مش شرط ان حضرتك يعني تكملي كل الوضع، لازم نقف احنا معلش مع حضرتك، احنا عايزين نقف عند حضرتك في وجهة نظر الفكرة بتاعت حضرتك وصلت. انت عايزة توصلي فكرة الهيبة للأستاذ بأكتر من عنصر. كان ممكن الهيبة اللي حضرتك عرضتيها على هذا المجلس ان احنا نفكر مع بعض بطريقة عودة هيبة المدرس، وناخد فكرة عدم الضرب او ايذاء الانسان الجسدية. اعتراضي رهيب شديد على حضرتك ان حضرتك اكدتي فكره ان هذه المناهج التي تدرس بره بشكل مختلف. لا يا فندم، ما زال يوجد بره في الجهات الاوروبيه والامريكيه والعالميه القانون الذي لو حد مس طفل باي شكل من الاشكال، مدرس، ام، اب، بيخش السجن. هذا قانون عندهم. اذا ما نحاولش ان احنا نغير فكره وطريقه الحوار بينك، هم اصلا اللي عملوا الموضوع ما هو بيغيروه. لا انا معترضه مع حضرتك. انا ممكن ارجع هيبه المدرس، لكن مستحيل ان انا اجي على حساب الطالب في انه يرجع هيبه مدرس مش عارف يجيب هيبته. هيبه المدرس بتيجي بحاجتين: تعليم جيد، تدريس جيد، شخصية قوية. لو احنا معيناش هؤلاء الشخصيات بالثلاث حاجات دول يبقى لا يصلح ان يكون مدرس. لما حضرتك تبقي عايزة انك انت ترجعي هيبة المدرس، على عيني وعلى راسي، ولكن لازم هو اللي يرجع هيبته، مش على حساب ولادنا انهم يتضربوا في المدارس. يا فندم لو لاحظتي الاولاد حاليا يعزفوا عن انهم يروحوا المدارس. حاليا معظم المدارس في اعدادي وثانوي الطلبه ما بتروحش، وده مش عشان بينضربوا بقى، ده علشان التسايب والتعامل مع المدرس. طيب بالشكل اللي حضرتك انا بتكلم. اذا القصه مش هيبه المدرس بالعنف والاعتداء، يعني اصل ممكن العنف ده يكون نوع من الارهاب. انا مش برهبه ولا بقول له ان انت هيبتك هترجع بالعدوان، ولا ان التلامذه متسايبين وما بيروحوش وبيضطروا ياخدوا دروس خصوصيه وبيدفعوا للمدرس ده فلوس، ده بيكسر هيبته. دي قصه تانيه ملهاش علاقه بفكره ان انا اقر الضرب في المدارس. لها علاقة ان انا في حاجات كتير عايزة تتغير في المنظومة علشان اعيد الانضباط واعمل قيمة العلم والتعليم، وبالتالي هيبة المدرس. لكن مش يعني فكرة الضرب دي او فكرة الاقتراح ده مش هو ده الحل. ده اختلاف في الرأي، واحنا دايما نقول الحوار
بيقبل لا يا فندم استاذه الفاضله، هذا ليس اختلاف في الراي، هذا ممنوع ادبيا واخلاقيا ودينيا وعلميا في اي دول محترمه. انت هنا نائبه في مجلس مصر، في مجلس محترم قوي ليه كيان وليه احترام وليه احترام يا فندم، مع احترامي حضرتك مش هندخل دينيا، واحترام المرأة واحترام الطفل. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن أهم 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 ملفات عنده وقدامه هو احترام الطفل المصري وإعطاء حقوقه. لما حضرتك تبقي نائبة جوه المجلس وتفرضي قرار وقانون بضرب الأطفال في المدارس، أنا آسفة ده مش منطقي. وبعدين لما حضرتك تتكلمي ما بدلوش حقوقه، مين قال ازاي؟ هل حقوق الطفل خلينا في المدرسه يا فندم؟ خلينا مفيده، خلينا نسمع. حضرتك بتحطي معايير غلط يا فندم، اعملي اي معايير الا انك تمسي كرامه الطفل وتضربيه. لا تكمل فكرتها، اتفضلي يا فندم اتفضلي. النشء الحالي يبرر ويثبت كلامي ويثبت الوضع. حضرتك نفذتي كل اللي قلتيه وعملتي كل الكلام اللي انت تفضلتي بيه، ورغم ذلك هناك نشء فعلا غير منضبط. اقول لحضرتك النشء الغير منضبط جاي منين؟ جاي من اداره مدارس غير منضبطه، جاي من مدرسين هم نفس اللي بيدوا في المدرسه بيقولوا وبيحتجزوا بعض المعلومات يدوها في الدروس الخصوصيه، مش النشء. النشء اتعلم من اللي قدامه. يا فندم ازاي يكون كده؟ علمتنا لا يا فندم، المدارس اللي علمتنا احنا كنا مدارس رهيبات، كان كل المدارس الخاصه. اذا حضرتك وجهي الاتهام للمدارس الخاصه بالدوله. كنا مدارس حكوميه يا فندم، وكان فيها تكدس طلبه رهيب، وكنا بنطلع من الاوائل، وعدد رهيب من الطلبه اللي موجودين في الحياه استاذه امان، واللي موجودين في القرى. ده حقيقي على ذلك. ايوه ده حقيقي، بس في نقطه مهمه. المدرس لابد أيوة من اختياره بمعايير سليمة، ولابد من اعطائه كل الامتيازات اللي تخليه مش الامتيازات هو العنف مع الاولاد. الامتياز نديله تقدير، هو اللي الامتياز التقدير. الامتياز التقدير الامتياز الاحترام ياتي من الشخص، مش ان انت تفرضي على ان احنا نضرب اطفالنا. ثم ان حضرتك النهارده حضرتك باي حق حضرتك مش تربويه علشان خاطر حضرتك تراعي ان نفسيا، هل احنا النهارده نملك ونقدر نجزم ان كل طفل بيتعلم في مدرسه النهارده عنده من المؤهلات النفسيه والحساسيه المفرطه في انه يتقبل اي حد يقدر يمد ايده عليه غير بابا ومامته؟ هل تقدري تجزمي ان النهاردة الاطفال بتوعنا ممكن يتضروا نفسيا لو حد ضربهم بالقلم او بالمسطرة؟ ولا حتى الاب والام يا استاذة امال. استاذة امال حضرتك ان احنا بنلوح ولا نستخدم الايذاء. ايوه استاذه امال، حضرتك مين يا فندم؟ ثواني استاذه امال، حضرتك لما تبقي نائبه في البرلمان، لما تيجي حضرتك تعرضي قانون، لازم تشوفي الاول الزوايا الخطيره من القانون قبل الزوايا الطيبه من القانون. لما حضرتك النهارده تقولي هذا المقترح، لازم تعملي حساب ان ممكن اللي يضربه يبقى شخص مش سوي. انا عارضه المقترح للنقاش، وحضرتك ارجعي للاستفتاء اللي موجود حاليا على الميديا هتعرفي ان في 8. وهل احنا مشاكلنا كلها وقفت في ان احنا نحط قانون يا فندم يبقى الاساس بتاعه ان احنا نضرب ولادنا، بدل ما نحط قانون في كيفيه اصلاح التعليم في مصر تبقي انت كنائبه جوه المجلس بتقولي نضرب ولادنا وعايزاني ابقى موافقه على بالاصلاح يا فندم. احنا بنطالب ايه يا فندم؟ هل الاصلاح على حساب اطفالنا المصريين يا فندم؟ مش دي بس يا فندم، لا احنا بنطالب استاذه كادر المعلم. استاذة امان انا في الاخر المعلم بتاع الابتدائي ده عندي اهم من بتاع ثانوي، لان هو ده اللي بيمشي. ايوه ده حقيقي. لابد ان انا طول ما احنا يا استاذة امان طول ما احنا عندنا مدرس صح وعندنا قاضي صح، فالوطن كل الاوطان بتبقى بخير بالحاجتين دول. ولكن ثواني بس ثواني بس، ولكن كفاءه يا استاذه امل المدرس حاجتين، كفاءته واحترامه. يعني ان انا اديله هيبته ان هو يبقى قانون الاحترام وقانون الكفاءه. حضرتك بتتكلمي ان احنا زمان اتعلمنا والمدارس ومدارس عاديه واغلب الشعب اتعلم كده،
ده حقيقي، بس كان عندنا احترام خرجت علماء يا تمام، فندم، بس كان عندنا خرجت علماء احترام عظماء المدرس، مش العنف، مش الضرب، مش ترسيخ يا العنف، فندم يا فندم. اصلاح كنا بنحترم التعليم المدرس وعودة جدا حقوق المدرس، وبنحبه رغم ان هو مش بيلوحنا بالعصا. لا يا بالعقاب. فندم، يبقى مدرسة حضرتك، بالعقاب. حضرتك كنت في مدرسة غير المدارس اللي احنا كنا موجودين فيها. لا ما لم يلوح لينا اي مدرس، مع أنا كنت في احترامي، مدرسة حكومية واتخرجت مع منها المدارس مهندسة الحكومية لو فيها يعني نوعية هذا المدرس، يعني فأنا هقدر النهارده سنة 2023 أحاسبه بأن هو ضر نفسياً مجتمع بالعكس كامل. بالعكس لا أنا آسفة يا بالعكس فندم، اللي حضرتك بالعكس بتقولي بالعكس، أنا بقول لك لا أنا معترضة معاكي. ما تعرفيش المدرسين اللي حضرتك أنت اللي ما تعرفيش الأجيال عاملة إزاي. أكيد أنا آسفة. المدرسين أجيال دلوقتي بقت الأجيال دلوقتي صعبة جداً، عشان أنت مش عارفة تتعاملي معاهم، لكن احنا عندنا اجيال نعرف نتعامل معاهم. انا عندي 5 اولاد ما شاء الله. حضرتك بتضربي اولاد حضرتك؟ الاولاد اللي بتضربيهم عندي يا فندم؟ ممكن اضربهم وهم صغيرين او هم صغيرين. بتضربيهم بايه حضرتك؟ على ايدهم. بايدهم؟ كده؟ على ايدهم. كده؟ على ايدهم. وهم بيسمعوا الكلام؟ وبيسمع الكلام ده يا فندم. انا عندي والله مقتنع يعني، خلينا متعقلين يا فندم. اتمنى يكون عند سيادتك اولاد زيهم. استاذه امال ربنا يخليهم لك، ربنا يخلي. بس انا عايزه اقول لحضرتك ان فكره الاحترام والكفاءه وزياده فلوس المدرس عشان ما يضطرش ان هو يمد ايده ويعمل دروس خصوصيه، منظومه التعليم كلها، المناخ، المحتوى اللي احنا بنقدمه، محتوى المعلم نفسه، دي كلها حاجات ملهاش علاقه خالص بفكرة الضرب. دي حاجة شكلية أو فكرة العنف، دي عمرها ما تطلع نشء جيد. احنا أبداً محتاجين نبص بشكل أعمق مش بشكل شكلي، واللي كان ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي. بنشكر حضرتك وبنعتذر ان احنا انفعلنا، لان الموضوع مهم، لكن اكيد كل الاحترام لأفكار حضرتك، لكن احنا من حقنا ان احنا نناقشها ونرد عليها. يلا خلينا نطلع فاصل عشان نبتدي حلقتنا.